أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم مبصرة لتبتغوا
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا Thank you.
إن الأبرار لفي نعيم الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم